وهنعمل ايه وهنروح ازاي، وعلى الارضي بس ولا هتفصل، ولا بالاريال، والاريال ب 300 جنيه ولا فيشه ب 50 جنيه، ولا اريال ب 700 جنيه ولا في اشتراك بعد كده. اسئله كتيره جدا هنسال عليها المهندس ايمن الشيخ. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. ازي حضرتك؟ الحمد لله كابتن. كله تمام؟ الحمد لله. اسئله كتيره الناس بتسالها. هو لازم الاريال ابو 700 جنيه، ولا الشاشات الديجيتال ما تجيبش، ولا الاريال ب 399، ولا في اشتراك ولا فيش اشتراك؟ دي الاسئله اللي كل الناس بتسالها، وما ادرى حضرتك بقى الاسئله اللي كمان يعني على مواقع التواصل الاجتماعي، الناس اللي هي يعني متضايقه شويه، الناس اللي مش كويسه، الناس اللي مش عايزه الدنيا تنجح، وتبتدي الاشاعات ولا ده الاريال غالي جدا، ده مش هيجيب، الصوره هتبقى وحشه، الاسئله كلها اهي. مبدئيا كده احنا الدوله هنا بتحاول انها تطلع تغطيه اعلاميه للبطوله على احسن ما يمكن. فبناء على التوجيهات العليا من الدوله رئاسه الرئيس، ان الهيئه الوطنيه للاعلام طلعت قناه اللي هي بث ارضي رقمي عالي الجوده. تمام؟ ده له عشان تستقبله، يا اما الشاشه بتاعتك بتبقى مجهزه بذلك، يا اما بتحتاج لجهاز استقبال لو شاشتك مش مجهزه لاستقبال البث الرقمي الارضي عالي الجوده اللي هو دي في بي تي 2. اوكي؟ 2 دي يعني الجيل الثاني من البث الرقمي. انا فندم دلوقتي عندي شاشه في البيت. تمام. اعرف منين بقى دي وبي ولا اف اعمل ايه؟ هي مبدئيا اللي عنده شاشه في البيت بيبص على المخرج، على المداخل اللي ورا والمخارج، بيبص فيها اريال، مكان اريال انالوج تناظري العادي، جنبيه بيبقى مكان اريال مكتوب عليه ديجيتال. لو في الديجيتال ده يبقى مبدئيا ان ممكن يوصل عليه، يبقى هي قابله لاستخدام استقبال الاشارات البثيه الرقميه. تمام؟ يدخل على اعدادات، لما يجي يشوف التلفزيون قبل ما يدخل على في هنا داخل على طول على القنوات، قبل القنوات هيقول له انت عايز تستقبل بث ارضي رقمي ولا بث تناظري. تمام؟ لو لقى ان فيها بث رقمي يبقى هي قابله لاستقبال القناه مباشره. غير كده يبقى لا، يبقى محتاج الريسيف، جهاز الريسيفر اللي هو بيقول بنتكلم عنه، اللي هو جهاز بيستقبل الاشاره الرقميه وبيحولها للاشاره للفورمات او الاشاره اللي حضرتك جهازك يقبله. تمام؟ اهم حاجه لما تيجي تشتري الجهاز ده تعرف جهازك انت الشاشه بتاعتك تقبل اي توصيله، الثلاث كابلات اللي هم الصوت والصوره، ولا اتش دي ام اي، ولا سكارت، في كذا نوع من التوصيلات. فلما حضرتك تروح تشتري جهاز الاستقبال لازم تتاكد الاول ان شاشتك بتقبل اي نوع من الكابلات دي. تمام؟ تعرف تروح تشتري الجهاز. ده بالنسبه للي عايز يستقبل اعلى جوده ارضيه ممكنه الرقميه. اللي عنده شاشه قديمه شويه مش اتش دي بس بتستقبل البث الرقمي، تمام، دي في بي تي بس من غير الرقم التو، في قناه الهيئه الوطنيه للاعلام مطلعاها برضو بنفس القناه بس بالجوده بتاعه دي في بي تي بس، وموجوده في نفس الباقه، فالهيئتين هيستقبل الرقميه الهاي ديفينيشن ويستقبل العاديه. تمام؟ دي مش دي لو الشاشه بتاعته بتستقبلها خلاص مش محتاج يجيب كل ده. فندم ما يخص البيت ده برضو ما يخص الكافيهات والقهاوي والناس. الكافيهات والقهاوي نفس الموضوع. البيت بقى فيه نقطه ثانيه برضو، احنا الهيئه الوطنيه للاعلام لقت انه مش لسه الريسيفرز مش منتشرين قوي، فتم وضع قناه تايم سبورت على البث الحيز الارضي بتاع القناه الثانيه على نطاق الجمهوريه كله، الثانيه التناظريه العاديه جدا اللي احنا بنجيبها اللي اي حد عنده ان شاء الله تلفزيون ابيض واسود بريال، مش عايز اقول يعني، هو الاريال العادي هيعرف يستقبل الاشاره باعلى جوده يستقبلها تلفزيونه. طب انا يا فندم عندي الشاشه وعندي القناه الثانيه دي على طول. تمام. كانت موجوده. تمام. وما عنديش اريال ولا عندي حاجه. تمام. هي القناه الثانيه بتيجي من غير اريال من غير حاجه؟ لا، هو اي اريال عادي يعني، مش لازم اريال بقى رقمي ولا اريال غالي ولا انا أي... انا ما عنديش اريال وعندي على الشاشه قناه ثانيه. خلاص، يبقى انت هتجيب اجابه تايم سبورت. اه، يبقى انت جايب عليها تايم سبورت. يعني معنى كان في شاشات ممكن ما تحتاجش اريال؟ لا، هو الشاشات هيبقى استقبالها عالي شويه، حساسيتها اكبر، وحضرتك في بيتك في مكان يعني بتستقبل اشاره محطه الارسال
جيد. وهنا لازم نتكلم، هل انا لازم اريال ابو 700 جنيه ولا 500 ولا 300 ولا الاريال العادي ولا الاريال الداخلي؟ ده حسب موقع بيتك من محطه الارسال. لو بيتك لمحطه الارسال ما فيش عوائق فانت ممكن باريال داخلي تستقبل الشوارع. يعني معنى كلام حضرتك ان ما فيش ثوابت، يعني جه الراجل اللي بيركب لي قال لي ده انت محتاج اريال ب 700، محتاج ب 700. لو حضرتك كنت بتستقبل القناه الاولى والثانيه التناظريه الاول بجوده كويسه غالبا حاجة مش محتاج اريال ابو 700. طب امتى حضرتك امتى الواحد يركب الاريال ب 399 اللي اعلن عنه، وامتى يبقى مركب اريال ب 700؟ حضرتك حسب موقعك من لو حضرتك في عماره مثلا في دور ثالث، عمارتك ثلاث ادوار، محيط بيك عمارات ست ادوار سبع ادوار، حضرتك محتاج اريال قوي حساس، فانت لازم هتجيب الاغلى، لان هي ده في ريالات بتبقى فيها بوستر ذات نفسه، هو ذات نفسه مقوي لاستقبال الاشاره. ايه موضوع الوصلات بقى يا فندم، السلوك؟ يعني كانت ناس مثلا اللي هي اعدائك، ما هو اعدائك برضه لازم يهبطوك، يعني هتجيب الاريال بس بعد كده هتحتاج 20 متر سلك، هتحتاج لا خالص. هو كله حضرتك هي نفس السلك، يعني اقول لك ده لو حضرتك عندك اريال على السطح قديم هتستقبله لو هو بس متوجه صح وما فيش عوائق غالبا هيجيب الاشاره، هيجيب القناه اللي هي الرقميه، مش هيجيب حتى، او هيجيب القناه الثانيه كويس، وهيجيب اللي هي القناه التناظريه كويس جدا. فانما السلك ومش سلك ده كله لو حضرتك لسه هتنشئ من اول وجديد. تمام، هتنشئ من اول وجديد هتجيب، انما لو حضرتك عندك بنيه اساسيه كابل موجود للسطح والاريال القديم، مجرد بس اتاكد من انك تربيطاته وتوصيلاته معموله جيده، ولو في اي صدى او اي يعني عوامل تعريه جت عليه نتنضف ويتعمل، هتلاقيه بيستقبل كويس جدا. كل الكلام ده بعد ما اعمله هاخد شاشه بقى زي الاتش دي وشاشه اتش دي وصوره كويسه حضرتك كل ده هتعمله هتاخد اعلى جوده للشاشه اللي حضرتك يعني على الشاشه اللي حضرتك بتستقبلها. يعني ما انا هديك اتش دي بس الشاشه بتاعت حضرتك ما بتعرضش اتش دي. فهتاخد اعلى جوده شاشتك تستطيع ان تعرضها. هو ده المهم، ما كل واحد بيتعود على تلفزيونه. ايوه بالظبط، لحضرتك لن تاخذ اقل من اعلى جوده تستطيع الشاشه بتاعتك ان تعرضها. يعني سوري في كلمه، لو واحد عنده تلفزيون ابيض واسود تمام هياخد اعلى جوده تلفزيونه بيعرضه. واحد عنده شاشه شاريها من ثلاث سنين بس ما فيهاش مش اتش دي وما فيهاش الديجيتال برودكاست الديجيتال دي في بي تي تمام، هيستقبل اعلى جوده ريزوليوشن اللي هو خدها على الكتالوج هياخدها، لان احنا بنعرض القناه بتاعتنا دلوقتي اعلى من يعني تساوي او اعلى من اي جوده موجوده. طيب.